بالعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكب الله بإن آيات بقول إيا الليحدا إلى آيات الله بقول إيا تضواء سورة الشعراء وقصدي لحد بماشا نكب الله ميسا قصدي إنه دم بيسا وحي أهيد وحي أهيد صالح بي أهيد مركب وحاكمدها هشيواتا ولا تمسوها بسوء فأخذهم العذاب عذاب غبتي إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم قصدي الحادوين كذبت وي بينيين قوم اللود اللود قوم كيسي المصالين بي بينيين إذ وقت بي بينيين قال لهم بكل أخوهم ولا القوض اللود ألا تتقون مويدا أن لك بغين إني أنا أقول لكم إذك وحونا الرسول الرسول أمين وآمن وخيانة كتير وألا آمني فاتقوا الله لك بقاء واضعوني وما أسألكم إذن ويدين مايه عليه على تبليغ رسالة من أجل وخرشة إن أجري أجري وماها إلا على رب العالمين عالمين ربك ذي مويان نبي الله اللوث بن هاران بن عازف وإبراهيم والألكبار دلي فأمن له اللوث وقال إني مهاجر مركو عراق سهجرون يا نبي إبراهيم الشام سهجرون يا اللوث بألا سعودي وأذيريه iyo iyo gabadhi saara ahay marka aabi adeerkii oo nool baalood waxa looga dhigay nabi saduuma iyo intay xukunto buuraleeyda baytul muqaddas bay ku dhawday baalay buuraleeyda baytul muqaddas hadda waa bad urayso waxa gumari kara jirin lood bin haran kaas oo adeerkii ibraahim buu soo raacay marka dadkii loo diray dad xun bay ahaayeen oo ficil xun yaqaana oo ino arkayno marka nabi ilaahay loo sidii anbiyaadii horeba ay u sheegeen أي أوانيين بوانيين ومديسين كذبوا ويبانيين قوم اللود اللود قوم كيس المفصلين ويبانيين إذ وقت قال لهم أكوين أخوهم ولا القوض اللود ألا تتقون ورمويدان بقين وإذن سيدان نميهم إني أن أقول لكم إذن كوحانو أهي الرسول والرسول أمين وآمنة وألا آمني دعوة لما خياني فاتقوا الله لك بغوادعوني أنا أدعو إغاثة لغاثة وما أسألكم إذن ويدين ماي عليه على تبليغ رسالة الرسالة الجارسينتي من أجل وحقرته إن أجري أجري ومأها إلا على رب العالمين عالمين ترب قديم الله صان كله أتأتون الذكران من رجعت أتجيسان حيث ذهان ومن العالمين خلقها أنت بدتي من ذكران تأتجيسان وتذرون مكت تجيسان وكل حنيسان ما خلق لكم ربكم ربكم وحيدين أبورا ومن أزواجكم حاسسكينا بل أنتم إذن قوم باتين عادون حد قد بي وفعل الدليل ما سبقكم بها من أحد من العالمين واحد كهر رجي إذنك مجره خير لود قوم كي لود الأدرة واح فعل كهر رجي مجره أفعال بك اللواد بالوين هذا ورقوا استعماله رقوا استعماله وقبله نفره لك قاد مركان الله وحوليه مركان أتقيسان عالمين تبضتين oo wixii alle idin abuur raxweynkiina xubintii la idin abuur la idin ku tala galay bishartaha shardu waa inay xalaal tahay oo la meheriyo way xubintaana ma ka tagaysan walaa waad xad gudubteen buu ku yiri nabii ilaahay loo ataatuuna ma u tagaysan adukraana ragga min alcaalameen khalqiga xaqiis khalqigo dhan ma ragga u tagaysan watadaruuna ma ka tagaysan ma khalaqa lakum rabbukum rabbigu wuxuu idin abuur idin ku tala galay xubinta xalaasha ah oo min azwaajikum haasaskiina بل أنتم بذكوا حاتين قوم وقوم عادون حد قد بي قالوا وحيّل هذا جوابتي لين لم تنتهي هذا أنه يونانين وفي ابتومين يا اللوضو اللوضو لتكون لنا وحاة كمدهن من المخرجين كوال لغا ساري مقالة ياد كمد نقن كوال لغا ساري مقالة ياد كمد نقن قال وحيّلي إني أنقل لعملكم عمل كينا من القالين كوا علي سمانا أني إمدع سين كرتان وين وحا سكرت هذا ذو هذا شان أما إبحي أما هاي بحننا لكن عمل كنا وانديدنا وانا يمن العسين كتاوي قالوا حين اللي لم تنتهي هذا ذكر ابتومين يا اللوض اللوض لا تكونن وحد كمن نخن من المخرجين كوا الله ساري ومقال هذا لقى ساري ولقى بحية بات كمن نخن قالوا حين إني أنا أقول لعملكم عمل كنا من القالين كوا على سنبان كم ذهي على الكين دي يقمر لعد عين كتان في الوقت الحاد نويت وقتا يضد وحاشي للدين تدرتين لو عدادية لنقوى إلى الصومرتين وحالي هداد مرنوعاتها ما أخرين كرتد بالين وقال لقد شوشي وقال لهم دادي
waa la xiray waa waxan inahay soo kala war hamadu waxa inaga fog quraanku inagu ina daboolaya si inagu ina daboolay qala wuxuu yidhi inni anigu la amalkum amalkiina min alqalina ku calaysan baan kamidahay macna ima dhacsiin kartaan rabbi rabbi gayu najini iga nabadgali aniga iyo waali feerkayga mimma yacmaluna min cadaabi ma yacmaluna waxay amal falayaan cadaabtiisa alu iga nabadgali فنجيناه ألا وأنبت قال النبي لوط يا أهله غير كيس أجمعين دمان إلا عجوزا إسلانتي مويه وفي الغابرين قوة هري وعقابته قوة هري كمان ثم دمرنا وان باب إن وان هلاجني على آخرين قوي خلاء وان ضرناهم وحن كدة سين عليهم دشوا مضر المضر فساء وحاح المضر المنظرين كوي لوط جم مضر ككدة الله سبحانه وتعالى وحب بريء نبي الله لوط إله يوم وإذا عيسى إله إجنا بتقولي إن من كانوا وحي عمل فلا يعني عذابك كإيمانين الله وحده يسقي يدك إلا سعدبوا إن بتقول إله برتبوه وحاول ينتبه على إذا بأسير بغض الملل والطف ولا يلتف منكم أحد أمطوا حيث تؤمرون هبي إن ملا جوره بعد بسونا ولا يونتين إسلام تبى شوكتي دعيسى يدي بقول نقط أول بي جبر حنا هيدا ويج حميد إبراهيم طلوب يج إبراهيم نوح laba gabdhood oo xun baa ahay tiin nuux di ku hadhay halaaga ku hadhay iyadii wiilkeedii Kancaan ah ay ku hadheen marka Nabii Ilaah Muhammad sidoo inoo sheegay oo inoo sharxay ahadiis farbadan baa leen ugu sheegay oo qisada leen ugu sharxay marka wuxuu Nabii Ilaahay loo rabbi rabbiga uu najini in nabad gali aniga iyo li feerkayga ma yacmaluna waxay amal falayaan waxay ahaayeen lix magaalo ahaayeen dadku wixii nabiga looga dhigay saduuma xukunto mid baan cadaabku ku dhicin tiibay tagen isagii gabdhihiisii tiibay tagen iyo hadii dad yar la socdeen fanajina wa nabad galina wa ahlo ajmuina dhamaan illa ajuzan islan mooyee oo fil qabirina kuwa ku hadhay cadaabka dhexdiisa kuwa ku hadhay cadaabka dhexdiisa summa damarna wan halagnay al aakhirina kuwi kale wa amdarna alayhim wa ku daasiinay madaran fasama daru munzarina kuwi loo digay madarkoodi baxan waxa la idinka kor loo qaaday oo lageeyay samada lageeyay yaa dhulka lagu soo celiya jacalna caaliha saafilaha xaqeedii hoosa xaqiisa laga dhigay waa la meelki badxun oo urta yaa hadaba ku taala marka wixii meelaha joogay magaalada dhexdeedii magaalooyinka ka baxsanana dhagxaan baa la la dhacay dhagxaan baa la la dhacay gamta loo joogsaday Allah wuxuu leeyahay inna fi dhalika arinta waxa ku sugan la ayatan daliil weyn baa ku sugan وما كان أكثرهم ذاتك بذكود معها مؤمنين مؤمنين كمد معها وإن ربك ربك لهو ربك العزيز كغالب وي الرحيم النحريسته رسادي تطبعات كذب وي بينيين أصحاب الأيكة شوغضة أما كينت أصحاب تادي المرسلين بيبينيين إذ وقت قال لهم شعيب وكويني ألا تتقون مويدان بقين إني أقول لكم إذن كوحانو أهل رسول أمين آمنة فاتقوا الله لك بقوادعوني وما أسألكم إذن ويدين ما يعليه على تبريق الرسالة من أجل وحاجره إن أجري أجري يوماها إلا على رب العالمين عالمة رب قدمون لو إله شعيب أصحاب الأيكا الله دري مدينة والله دري ولما قال ما وحيد هذا وكال الله بقوله ومرك مدينة هالأكسنتين يكون الله دري الحافظ من كثير وهو الله يابي أرنته الله يابي مدينة مركي لشيقي أخاهم بالين أرسلنا شعيبا أخاهم kuwan akhuhum lama dhihin marka labada qolo waa iska mid dadkii magaalooyinka joogayna waa madiyan marka lagu sheegay waa qabiilku ka dhashay dadkii baadiyaha iyo tuulayowga hareeraha joogayna waxa weeye waa asxaabul ay ka way waa dadka kaymaha degan marka kayntu waa meeshii caabid jireen way waxa sida akhuhum shuaib loo dhihi way kayntu waa meeshii caabid jireen geedaha caabid jireen aslaamti ya kaynta ku dhex jirtay saasa akhuhum loo dhihi way isku qolo ومدين كل جود ومدين وحكون أخوهم لودي واي وكنتم في مدين وحكوا عبيد شرين واي ساس أخوهم لودي ساس أنا أقص صحيح سن واي قال الله بقول ما الله وحول يكذب واي بيني أصحاب الأيكة كينتا أما شوقدا أما حدكا نبتدي ويا غان المصلين كين واف عربيه وقتي وحقرين يسوي كني واي وتي وحقرين يسوي حد وتي حدنا إذا واف صومالي عادي شوقنا والله شوق ذا وإسكاف صومالي كسوقا أصحاب الأيكة وين بينيا المرسلين وين بينيا
إذ وقت قال اللهم شعيب وكيري ألا تتقون ورموين أبقين وهذا مدين ينقوم أكينت وحلوه ما شاء الله كان وتوضي وحكو عبد الجنين إني أنقل لكم إذنك وحانواه رسول رسول أمين آمنة فاتقوا الله ألك أبقوا وأضيعوني أنك يا أداء وما أسألكم إذن سؤال ما هي عليه على تبليغ الرسالة من أجل وحخرشة إن أجري أجري وماها إلا على رب العالمين عالمين سنة بقول إيمان مركا النبي والبا مركا التوحيد كأمره وهي قرارة أبدا حمان طوضا وهي أبدا بأمره مركا نبي والبا إنت توحيد كأمره أمره أيضا تلقات إلى قرارة ما شاء ولتك وحي حمان طوضا أبدا تاهي يكالي عدو في الكيلة ورميسك أوفية ولا تكونوها أهانين من المخسرين كوة ذاتك خسارية هنقنينة وزنوا وزن بالقصاص وزن المستقيم وتوسن وقلعنين ولا تبخسوا الناس ذاتك هكا نقصى مننا أشياءهم أشياء دوضة ولا تعسوها فسادنا في الأرض للك مفسدين حالات فسادين إيسان وفسادك للك كداي وحول ميسك أوفية وخسارين ذاتك ويل للمضففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا مركات ذاتك أمي سيسان وحوافية أمي سيسان مركات كمي سنة يسان ويحي الله إذن كليه كمي سوي وإن تركني ذاتك حولو ذاك الدلالين وهكو نقصى منين أوه مركات مي سيسان عادل ها هذا مي سكينو ومركات أمي سيسان ومركات كمي سنة يسان إسكو سيها هذا أو إسكو ويلو مي سوي وحالي دي بالقصاص المستقيم وزن عادل هو توسن وانقلقلوع لهين ويسود اللي ترن كميس تدك حوله هذا كي يرينين حمسي ذا يدين لي ما توقع كيف سنيسان بها كدي لالين وغيبها كقوسنين أوفوه في الكيل لميسك ولا تكونوها أهانين من المخسرين كوة ذاتك خسارية وحوله هذا كي يرين وزنوا كوزن بالقصاص وزن المستقيم أو توسن وانقلقلوع لهين ويسود اللي ترن ولا تبخسوا الناس ذاتك هكان نقصى مننا أشياءهم وحي وطان هكذا نصامين أشياء هذا هكذا نصامينينا ولا تعسوها فسادينينا في الأرض للك مفسدين حالة فسادين إيسانو إلا ذاتك حوليسة لعضان وتوب نقطان وذاتك أضبابتان سيدها نقنين بالي وتقول الذي إلهي كبق خلقه ميدن أبوري يولجبلة خلقه الأولين أخري وتقو كبق الله إذن أبوري إذنك يخلقه هرب abayogin iyo dadkii hore ee khalqiga oo dhan allah abuuray ka baqa wa ka kal ka baqa li leeyahay ka wax walba abuuray weey aslaamtan adag taagantina waxba abuuri kan waxna idiin kan had ka taagantina wa taqoo ka baqa alladhi allahi khalaqakum idin abuuray idinka iyo wal jibilata khalqiga alawliina hore maxay ku jawaabey qalu waxay leeyahay inama anta adigu waxa taa horta niyo minal musahariina kuwa la saxiray baad kamid tahayo aqal meeli uma anta adiguna matiin ila basharnu dadu misluna anaa oo kala weeyay anigu kala goorma lagu waxyooday wayna dunuka waxaan ku maleeynaa waliba inta waxa dheer lamin halka dibina beenaalayaashii inaad kamid tahay yeyna la tahay buur e fasxi cooda aleena dusheeda kitafan qayb oo mina samaay samada kamida in kunta hada tahay mina saadiqii ku rujeey jawaabtoodi saasay luqad waxa yiraahdeen wariyo nila saxiraba soo aqli balahayn mid kale anagaadna lamid tahay waxyiga xageed ka keentay waliba inaad meenaala tahay baan kugu wadnaabay yihiin haday kunta tahay samada qayb ka mid ah lagu soo daabayneen lagu soo dhibay hadaan u sheegay waa aqal xumo ilaahu xaqna fahamsii maashi ka dhig lahayeen yiri ilaahu waxan lagu soo rid qalu waxay yihiin inama anta adigu minan saxareena kuwa la saxiray ba tahay uma anta adiguna matiin ila basharu dadu misluna anagu oo kala goor bu waxii ku yimid wayna dunuka waxan ku maleeynaa lamidal ka dibina beenaalayaasha inaad ka mid tahay efaas xid soo dir aleena dushayda kisafan gogo ama qaybo mina samaay samada kamida in ku taada tahay mina saadiqina ku runtu sheeg qala wuxuu yiri rabbi rabbigay baa calamo og bima taamaluna waxaad amal falaysaano alla ama wixii ku soo ridi ama aad ku soo rideen waxaad amal falaysaan alla ogo idin ka abaal marin oo haduu doonana wixii ku soo ridi anigu waxba soo ridi kara way fakadabuhu way beeniyeen fa akhadhum muhaqabta azab yawmi dhulma maalintii hoosiska cadaabkii ba qabtay inuu cadaabkaasi kaana wuxuu ahaa cadaab yoomin maalin cadaabkii cadiimin oo weyn qoladan reem madiyan ee nabii shucayb loo diray saddex cadaab ba ku dhacday saddexda cadaab mid walba hadalkooda wuxuu cunama yaa isku meel lagu sheegay suuratul a'raf waxay yiraahdeen lanukhrijannaka ya shucayb
والذين آمنوا معك أولى تعودون في ملتنا بينها سورة أعلى والذي بدنا نكون صارينا إلهي القرير بكل إسكمر بين عذاب كل عيان للقرير بكل عي مركاسي هيا مدينة وحصاء وفرفدون دقاق مهين لمن كيكوها انتبه إينا شعيب بكر صاريا وحد دقاق والقوه عذابك كلنا سورة تعود بهو الصيح يقولوا مركز جاسسين الصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أمالنا ما نسى وجاسين صلاة أساك وأمر سيد صيحة وقالونا وقوال الأمسيين هذا الضمب كما صابحين ماشان إله وحن نقول سورة سومدهن وحلفتي سباك سورة عين ضرور با إسا سورة جلتاك سيد مركزي كلال دبك سورة داسي سوي إسكو مربون عذاب كل عيا وإسكو دبنا عيا وي مركزي بحدا عذاب مدوال با هذا الكي أعنمي يالو أكسيقي وي إن شاء الله تعالى نبي الله شعيب وحويد قال وحويد يثبر ربك يوم نبي الله شعيب وحويد يثبر ربك يبا أعلموك بما تعمل وحام فالإنسان أنو عقابي ذكما بسورتي ذي كرم فكذبوه ويبينيين فأخذهم وحقبت عذاب يوم الظلة مالنتي هوسيس كعذاب كذيبا قبتي ضرور وينبا انتي سود الشوكستي يمود يسوق سوي ما دينو أتر نار بالغو ديري دب kulayl aan geeduhu ka celin kareen baa lagu dareeyay toddobaad markaas ay daruur soo dul joogsay qabow way moodo ku soo dul ururay roob waxay ku soo daasiisay roob dab inuu cadaabkaas uu kaano wuxuu aha cadaaba yoomin maali cadaabkan cadiimin oo way in fi dalika arinta waxa ku sugan qisada laayatan daliil weyn oo alla qudradiis iyo cidii raacda sidee u nabadgali iyo cidii diidameeshay mari uma kaano aksar um dadka badan kood ma ahayn muuminiina ma ahayn dad yar ba سمين كاها وإن ربك ربك أنا لهو العزيز كغالب وي الرحيم ونحريسة وإنه قرآن آية دمرك وراء القب اللابي سورة دمرك وراء قرآن كاللغو صوب اللابي ضمير كوالكا سؤون غرمرك آية دواشكو مد وإنه قرآن كل تزيل رب العالمين عالمين ترب قاد كي أسود جيوه نزل وحال السود به قرآن كالروح القدس الروح الأمين يا لسود الروح القدس الروح الأمين وأسلمين الروح الأمين روحي الأمين وجبريل على قلبك بكسود جي لتكون إن أظهرته من المذيرين قوة دجا النبي الله محمد باللسان العرب لغة كسود جي عربي أو عربية وبين نواضح معناه هذا الجرناي الله سبحانه وتعالى وحلا القرآن ككريم كا الله بسود جي ملك جبريل بأن لسود على قلبك وعلى قلبك النبي قال لغة صار waxaad garanaysaa mar hadii qalbiga nabiga ugu soo horreeyay una meel kale u leexanin wax nuqsaana iyo wax ziyada iyo wax wasakh midna wax ku dari kara ma jiro sheeydaanku kama faa'iideysan karaan markii uu reesaba qalbiga nabiga lagu soo shubay way oo la fahamsiiyay inna aleena jam'ahu ururintiisa dushayda qalbigaaga aan ku urunay suma inna aleena qur'aanahu arkan ka aqrisineena suma inna aleena bayaanahu wa ku cadeeyneen wa ki sidaas way nabiga waa loo sharxay arabka laga aqrisii qalbiga nabiga lagu soo shubay ziyade nuqsan midna quraanka ma leh iyo wasaqtoon waxa kale lagu soo dejiyay luqada arabiga waa luqada adduunka ugu bisil ee ugu fiican ee lagu hadli karo way luqoyinka kale oo dhan hadda dhageysato waxa weeye waa yar si weeye luqada arabiga waa luqada ugu fasaxsan way hadda inaga Soomaalidu ku dheen luqadeena waa fasax xuruufta arabiga way inaga luqadeen xuruufta arabigaan isku midnahay isku marxajnahay kaliya waxa inaga maqan xarafka carafka la soo bixiyo إذا إيه ذلك إيه إنه ما بدنا زادنا إنه ما تجلس سينك يساتكنا إنه ما كنا صعنا إسكو حروف بيننا عربي الحمد لله رب العالمين بريبان باري أف صوماليا وحان إذا بقول كيبا تضباطا وعربي أسأل كيس بركة عربي وأفر نوع قرآن صوماليا كتيرا وأن أركض دونا وأن كشكين دونا إن شاء الله وإنه قرآن كل تزيل رب العالمين عالمين ترب قيدو كيو سود جيوي نزل وحال سود به قرآن كا الروح الأمين فوحي الأميني نظيفتها ملك جبريل على قلبك بكسودتي قلبك النبي قال لك سوى شبي إسوه وح تابتي سيرين محاصد الله يالي لتكونين على هات النبي الله محمد من المزيرين كودك باللسان بالك بكسودتي قرآنك عربي وعربي باللسان انتو نزل ظهر كتع اللغة باللسان بالك بكسودتي عربي وعربي مبين العضو واضحة دي قول هذا عربي اللغة كان لك سودتي magarana inay dhilaay mid kale makkah waxaa la yiri quraanka kariimka ah luqati ugu fiicnayd baa lagu soo dajiyay malakii ugu fiicnaana waa la soo dhiibay ugu fadli badnaa makaankii ugu fadli badnaa oo makaana waa lagu soo dajiyay
أحد في وقف بدل النبي محمد ولا وسوي دشي مالن في وقف بدل نو بلو ضيع ليلة القدر بو بلو ضيع قرآن كريم كي وحلا قادي كريمها مركب واللغة يفهم يان صحابه ذو قرآن كنبي جاي كقاتين توان توان عيادات أغرنتيسة هي معنيه هي كلها قنكيسة أنت والنبي جاي كقاتين صحابه ذو كل إنا شو قارسية مركب قرآن كي مركب إنا إنه تعريفنا ما يصير أو إنا شو قاره وإنا نقول نغنا ينقلوا عند قرآن كون الله عليه بلسان عربي مبين بدأ كلامك وأدونك وأم القرى وبتما أدونك كتال لا بالي مركب بتما أدونك بعد ما يكتاله وحك ترجمة هذا أو أنتوا قادوا ما لك هالجيل الواي ماي دشينا الوسو دجين لها بيون سو قال لها وين نمس سو قال كيا بنتها وإنه قرآنكم لفي زبر الأولين دتكي هر كتبه هذه بقرآن كو قريه إنه قرآنكم لفي زبر الأولين دتكي هر كتبته هذه بكو قريه كتبته هذه بكو قريه دتكي هر قرآنك يسفديس ينبغا يسحابديس يسيو هذا الشيء وكي نبي الله موسى نبي الله عيسى وكي خد بدء إسلام تاجيني وحام بشارين إياه ورسولا من بعد اسمه أحمد يام بشارين إياه رسول مجد عيسى اللي لا يقدم به كتبه ورو قرآن كي كتاب كان قرآن كي كتبه ورا قرآن يو سيد يهود المامي إنه قرآن كله في زبور الأولين تذكر كتب تهذيب كتب جيني وفعل ليه ولم يكن لهم ينوها آية دليل عد أن يعلمه إن القرآن كأوجهين علماء بني إسرائيل خير بني إسرائيل علماء ضادوا إن القرآن كأوجهين مين تاسكوا في الليل ولو نزلنا وهذا كسر الدجين لهين على بعض العجمين عجمي قاركي وفغره عليهم وكد الأغرياء ما كانوا ما إناء هذا المؤمنين به كوره ما يؤلى ليه ولما دفعي بني إسرائيل انتي مسلمتين اسكدائي انتي قريش تقتقانوا مدينة آذان انتي النبي قوليه جلوني يديه نميهو نمبا نبي بانها يدي بلنوغا ورهما بل تلماما بل في تلمانتي سي شيغان بيدي وارهن والنبي والله علماء دي حق آيات باو مركاتك على يهود ويقرن ينينو نبيها سيكالي يودي ديني ونبي عربي نسبيني ويقرن مركا قريش ومركا اتكتو يلاه وارهن لكا نوغا ورهما تلمان تالي والوقتي سوال لقاني نكا ننبي هنو عاسا وقتي سوال لقاني وإساقي بيكو يلاني انتا سمينو كوف اللي قال دي انتا سكلمينو كوف اللي وإن ذاتك هو روح الشيغان الله وحليه أولم يكن مياني وهي لهم يقع آية دليل يعلامه أي وحكو قرسان أن يعلمه قرآن كيني يوجيهين علماء بني إسرائيل تبدو سلع علماء ذون ولو نزلناه هذان كدجين قرآنك على بعض العجمين عجمي قاركي وفقناه عليهم وكد الأغريو ما كانوا ما إناء هذا كوان عربته مؤمنين به كوارهمه نبي الله محمد مركو يجلوذي هو مدينة يهود بآدو دقنيت ربني قينقاعية ربني نظيرية ربني قريدية يهود فربنا بعد دقنيت وإلى الشام لقب الله بمدينة إلى الشام بيستمتشوه ماشي وحوي مدين نبقى بحي الدونة ينراعينا بماشي وي مدين علماء دي هورة وإن كفاني تنكو مشركين توه نبقى سمركو بحانو إذكاء أتكان دون نبقى ليه تنين مركو نبقى مدينة عليه الصلاة والسلام عبد الله بن السلام أبو يوسف نك ربني إسرائيل عالم كأها يا أويمن إسقون النبي الله اللي بحرص دبر ككمره علامة النبي نمدو أركي إنديه سنور دوري مركز شو والله ليس بوجه كذاب مركز شو وحويدي مركو وحويدي يوغر ثي وغور من إسلام ركيبه عوري يا رسول الله يهودي ووحسد بدنه هديره ما إنت إذا يقعدان ويعاي يعني بل إنت هنا أقعدني ويدي يهودي مركو أتمد بوي عبد الله بن السلام حقي إن محوك هيا وسيد كيجي وسيد كسيد كي ويل كيسي ونفعا هذول رمي يكور رمي يكويلي وأنا رمي إلى يبقى ما كان قلبي دهني ويل رمي أنتوا صباح أنتوا صباح بروان رمي وبين على بين على نلبي يكويلي مرك يهود ويجرني حقيقة ويجرني كذلك سدى أيوب بنيين هل كانوا حقيبة كتيرة كذلك سدى أيوب بنيين يسلكناه بينتي يقال لما دي أقلني في قلوب المجرمين الدنبيل ياشق قلب غاضب لا يؤمنون به القرآن كالرمين مايان حتى يروي العذاب الأليم إلى عذاب كقلول أي أركان وفيتيهم ويما عذابك بغتة سلم فلان وكذا وهم يقولون لا يشعرون أني أوي كذلك كذا أنت يرى سلح كتب وحبات كقوان كذلك سدا أي أبينيين بان سلكناه بينين تي هو ذا سبينين يقال ما أنه
yaan salaknaahu u gelinay beeninti iyo gaalnimadii fi qulubil mujrimiin dambilayaasha qalbigooda la yuminuuna marka rumayn mahayaan qalbigooda gaalnimo ku jirta rumayn mahayaan bi quraanka hatta yarwul adabal aliba ilaa adabka kulul arkaan fayatiyum buu min adabki baqta tansila ma filan iyagu filayn umul ay shucuun iyagu ogeyn wa qiyaamaha la taagan yahay ogow adduunkan inuu cadaab ku yimaada suuragal fayaqulu waxay dhihi hal nahnu miyaanu nahay mudaruun ku loo yirkaadin waxoogay min loo yirkaadinaya bayde markii cadaab ku yimaada markaa de cudurdaar ma jiro cadaabka ma laga yeed dibdhigo si inta dibna loo ciliyo aanu muuminiin soo noqono laga aqbali maayo marka adduunka inta joogto diyaar garow hada hadalku inaga lafteena waa liina sheegay ogow intaad adduunka joogto xumaanta iska ilaali Allah subhanahu wa ta'ala waxa la hortagi lahayd oo jannada ku gali lahayd adiga hadda haya adduunyada mazraatul aakhira beertaad hadda beerato oo baakhara kula socon markii cadaabku u yimaado fayaqulu waxay dhihi halnahnu mundaruna man la korano man loo kaadin allah wuxuu leeyahay afa bi cadaabina ma cadaabka yastaajiluna dadajisanayaan afaraayta bal ka waran in mataanahum hadaan u raaxayno siniina sanada badan suma jaahum u yimaado ma kan yucdun wixii la yawaahay iyo wax ka tari maxaa wamaya wuxu tari muddo dheer hadii la noolay intay u tageen Nabiga Ilaahay Muhammad bay u tageen markaasay waxay raawday cadaabun baa idin ku dhicin baad nahay saayood loogu hanjabiye bal cadaab kama adkeenti markaas su'aal la leeyahay aayadana timid ma cadaabkii bay badalaysay yana iyaga goortu u yimaado bal sida yeel iyaga garan buu Alle leeyahay subhana wa ta'ala afa bi cadaabina ma cadaabka iyaga yastaajiluna dadajisanaya afaraayta bal waran in mataanahum adaan u raaxayno siniina sanado oo muddo dheer ay noolaadaan suma jaahum u yimaado ma shaygi kaanu ahaa yucdunkii loo yabo hayay ma aqnaa ka deeqmaayo amal xagooda ma kaanu yuma tacna wax loogu raaxay hadii muddo dheer ay noolaadaan oo cadaabkii loo ballan qaaday uu yimaado noloshii ay muddo dheer ay raaxaysanayeen waxba u tarimaayay sawir aan ku celin afaraayta balwar balwarna waa yaacni hal qabsi weyn oo inagu Soomaalidu way sameeyeen waxay kula tahay sida waan idhaahna afaraayta balwar inna taanaahum imma ta'anaahum hadaan u raaxayno siniina sanado oo in badan noolaadoon ay raaxo ku jiraan suma jaahum u yimaado ma sheegi kaanu ahay yucduna loo ballan qaaday oo cadaabka ah ma aqnaa kagama fila ka deeqmaayo canu xagooda ma kaanu yuma tacuna wixii loogu raaxay muddadii dheerayday nooleed cadaab waxba ka tarimayso walaa subhanahu wa ta'ala